اهلا. بعد ما شفنا الفيديو اللي هو كيف انك تقدر تستخدم الاصوات خلف المغني او المطرب اللي هي موجوده في الكيبورد، وضحت لكم يا كيف. الحين راح اعطيكم معلومه جديده، الياماها عملت صيغه جديده حلوه انك انت تقدر تسجل الاغنيه صيغه الام بي 3 دايركت في الفلاش ميموري. الاول كان فقط ويف ولازم تروح الكمبيوتر وتحول الى ام بي 3، الحين دايركت في الميموري بصيغه الام بي 3، الاوديو ريكورد صوتك اللي هو في المايك مع الاغنيه. كيف الطريقه؟ تفضل تيجي هني عند اول شيء عند خانه السونج، تضغط على كلمه ريكورد، تطلع لك الصفحه هاي اوديو ولا ميدي، تختار اوديو، تطلع لك الصفحه هاي. لو تلاحظون هني الوميض بتاع الريكورد طالع، انت يعني ان الكيبورد مستعد لتسجيل الاغنيه. طبعا جاي صيغه ويف، لو تلاحظ هني صيغه الويف، انت كيف تغير؟ تدق ستوب انك انت ما بتسجل، لاحظ ان الارقام خازت. تيجي هني في المنيو تضغط، عندك شيء اسمه اوديو ريكورد فورمات، تضغط عليه تطلع لك الصيغ اللي انت تبغي تسجل فيها الاغنيه. فانت تختار ام بي 3 المتعارف عليه، ام بي 3 128 الكي بي بي اس، تختار خلاص، مجرد تختار كلوز خلاص تحول الى ام بي 3. الحين تسجل، بعطيك مثال بسجل الاغنيه بالمايك في الكيبورد نفسه دايركت في الام بي في الفلاش ميموري. الحين بعد ما تحولت الى صيغه الام بي 3 تضغط على طول ريكورد وتضغط ني بلاي وتسجل الاغنيه بصيغه الام بي 3. ايوه طبعا تعمل ستوب للاغنيه. الحين نسمع الأغنية بصيغة الـ MP3 مسجلة في الفلاش. أيوة 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 أيوة, أيوة.